أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2015، العربية 2 كابينة مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2015 2 كابينة. العربية خليجي سعودي، العربية أوتوماتيك فابريكا بالكامل من الاكسدام للاكسدام بدون أي خرابيش. العربية استعمال بيتي، يعني العربية بحالة الزيرو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على أسعار عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2015 2 كابينة في مصر. سعر العربية 580,000 جنيه، سعر العربية 580,000 جنيه. هنقول لحضراتكم دلوقتي على طرق التواصل مع صاحب هذه العربية. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-10-22-88-18. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-10-22-88-18. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.